ابا هشام بتقول بنتها الصغيرة شعرها ناعم بس في مجعد شوية او مكسر شوية، هي تعمل ايه يعني عشان تتخلص من التجاعيد؟ بصي حضرتك، يعني انا برضو دي مشكلة، يعني احنا ربنا خلق كل واحد وفيه جمال، مش عيب. يعني شعر مموج، هو ايه المشكلة؟ ده بيبقى ساعات جميل قوي، ده في اطفال بيبقوا كيوت جدا وهم عاملين الشعر الافرو. انا حفيدت كده، شعرها الكيرلي ده بيبقى جميل جدا. صح، يعني انما ده بيقودنا لنقطه مهمه، عشان اصل دي خطر جدا، موضوع كلمات فرد الشعر. ايوه، انا يعني مش بانصح، انا بأحذر من استخدام كلمات الفرد تماما تحت اي مسمى. بروتين، كيراتين، كولاجين، بوتوكس، دي كلها مسميات لحاجه واحده. دي مواد خطيره جدا وبتؤثر على الصحه بشكل غير عادي. فانا يعني ولو خلاص مش قادر، يعني ممكن سشوار بيبي ليس، حاجه زي كده، بنت دخل فرح اعطي سشوار، انما كلمات فرد الشعر بلاش، لانها بتؤثر تاثير خطير على صحه الانسان. سما عمرو بعت على الصفحه بتقول ايه علاج جفاف البشره والبقع البيضاء على الضوافر؟ انا فاكره انا البقع اللي بتبقى منقطع الضوافر كلنا واحنا صغيرين، وكان أيوة. بيقول لك هتكسي. صح، لا لا مش تكسي، كان بيقول ناقص فيتامينز. انا ماما لا كان بيقول تكسي، ماما كانت تقول لي لا ده ناقص فيتامينز، يبقى كانت هي تهرب من الكسوه. ايوه صح، عايزه توفر. ماما كانت عايزه توفر. لا هو ده ظاهره طبيعيه بتحصل في البرد، ده مش مرض خالص. ايه ده، معقوله؟ طبعا، يعني مش ناقص فيتامينز؟ لا ده كلام. يعني طب انا جالي سؤال بقى دلوقتي، لان ده واحده صاحبتي عندها زي خط اسود كده في ضوافرها، دخلنا عملنا سيرش بقى على جوجل، فطلع ان الخط الاسود ده لما موجود عندك في ضوافرك اذا انت مصاب بكانسر. يعني جالنا بانيك اتاك واحنا بنعمل السيرش طبعا، وبعدين اكتشفنا انه ايوه ولا لا طبعا. ايوه ولا دلوقتي تاني ده، يعني حضرتك طبعا لازم الدكتور يشوف، بس عاده شايف حضرتك الحسنات اللي عندنا والوحمات دي ممكن تيجي في الجلد تحت الضفر. اوكي، عادي، وارد ان هو يحصل يعني، انما برضو بنروح للدكتور الجراح ويشوف. انما يعني بطمن الناس، مش اي حد عنده خط كده لون تبقى بعد الشر ده، يعني اول حاجه ومفيش حاجه تانية، يعني ما كانش مكتوب يعني حتى حاجه تانية. برضو ده عيب عدم يعني الرجوع للمصادر العلميه والرجوع لجوجل مباشره. طب دكتور، في ناس بقى عندهم فوبيا من العلاجات ومن الدكاتره، يعني مهما تعب يقول لك ايه انا هسيب جسمي هو اللي يعالج نفسه بنفسه. دي مدرسة على فكرة، في ناس كده يعني، في ناس عندها في ناس عندها المبدأ ده، لو تلاقيها بتتقطع بس تقول لك لا انا ما ولا هاخد أدوية. لا دي مش مدرسة، دي ورشة. في ناس بينتموا للورشة دي ويقعد يقول لك انا عايز اعود جهاز المناعة بتاعي يشتغل طبيعي وهو اللي يتصرف، انا مش هعمل اي تدخل وما بحبش اروح للدكاترة. تقول ايه على الناس دي؟ لا يعني بصي، ده تفكير خاطئ طبعا.